فايت لكم سمعتوا بقصة نتاع قوم حولهم مولانا إلى قردة، قوم يقال لهم أصحاب السبت. في نظركم علاش وكيفاش؟ واش هاد القصة حقيقة أو لا أسطورة اللي كتداول ما بين الناس فقط باش تكون موعظة؟ سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي ليك. كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير واموركم هانيه. بلا ما نطول عليكم خليونا ندخلوا في حلقه اليوم. لنبدأ. القصه نتاع اليوم وقعت في بني اسرائيل وهي مذكوره في سوره الاعراف. ايه قصه اللي وقعت في احد شواطئ البحر. قصه اليوم الاشخاص ديالها هما جماعه من اليهود اللي تسموا باصحاب السبت واللي كانوا تيسكنوا في قريه ساحليه. اختلفوا المفسرون في الاسماء ديالها والدار حولها جدل كثير، ولكن في القران الكريم ما تذكرش الاسم ديالها ويكتفي غير بعرض القصه باش تاخذ العبره منها. المهم هاد الاحداث اللي غادي نقول لكم وقعات في الزمن نتاع سيدنا داود عليه السلام. القريه كانت من بني اسرائيل وكانت الشريعه ديالهم انهم في نهار ديال السبت تحرم عليهم العمل ويتفرغوا فيه لعباده الله. مولانا غادي يفرض عليهم باش انهم ما يتشغلوش بامور الدنيا نهار السبت، حيتاش داروا اشياء مخالفه للمنهج وسلب منهم وقت العمل كعقابا لهم باش انهم ما يخدموش فيه سوى التقرب من مولانا بانواع العباده المختلفه. اما الايام الاخرين فكان مباح فيها العمل، ولكن كان اكثر العمل ديال هاد القوم هو الصيد ديال الاسماك، حيتاش هو باش كانوا عايشين. ايوا وجرت سنه الله في خلقه، ولكن وصل موعد الاختبار والابتلاء اللي فيه مولانا غادي يختبر مدى الصبر ديالهم والاتباع ديالهم للشرع ديال مولانا باش تتربى نفوسهم فيه على ترك الجشع والطمع والصمود امام المغريات. دازت عليهم اعوام كثيره اللي فيها ما كانتش كتصاد الاسماك نهار السبت، وتعودات حتى هي بدورها باش انها تكاثر في هذا النهار نتاع السبت، وكتغبر في الايام الاخرى كلها حيتاش الناس تعودوا باش انهم يصيدوا فيها الا نهار السبت. ايوا هذه بحد ذاتها كانت فتنه بالنسبه لهم. كانوا تيشوفوا الحوت على السطح نتاع البحر في هذا النهار، والايام الاخرى ما كيبانش لهم وهما كانوا عايشين به وكان الرزق ديالهم به. المهم سنين كثيره كدوز وهما صابرين وكيتحملوا هذه الفتنه حتى جا واحد النهار شوفوا شنو وقع. كيف قلت لكم حيت ما كيصيدوش الحوت نهار السبت غادي يتكاثر وغادي يلجؤوا الحيله من الحيل، والانسان من بعد المرات سبحان الله ما كيعطيش مولانا مباشره، ولكن تيحاول باش انه يدير شي تقوليبات باش انه يدير ديك المعصيه اللي في خاطره. لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. المهم فاذا بهم غادي يقدوا واحد الحبل والشباك وغيرها وغادي يحطوها نهار الجمعه باش انه الحوت لما يجي نهار السبت يطيح في دوك الفخ ويجيو نهار الحد وياخذوا ديك الشباك اللي فيها الحوت باش هما ما يتسموش بلي انهم داروا شي حاجه في داك النهار تاع السبت. داكشي اللي وقع كاع الحوت ديال نهار السبت تجمع وغادي يطيح في ديك الشباك وغادي يجيو ياخذوا نهار الحد. ايوا هما كيتعداو حدود الله اللي قال لهم ما تصيدوش نهار السبت. بسم الله الرحمن الرحيم واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر اذ يعدون في السبت اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تاتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. واسألهم بمعنى اسأل بني إسرائيل عن القرية اللي كانت حاضرة البحر بمعنى على الساحل ديالو في حال تعديهم وعقاب الله إياهم إذ يعدون في السبت بمعنى كان الله تعالى أمرهم باش أنهم يعظموه ويحترموه وما يصيدوش فيه صيدا، ولكن ابتلاهم الله وامتحنهم فكانت الحيتان كتجين يوم سبتهم شرعا بمعنى كثيرة طافية على وجه البحر، ويوم لا يسبتون بمعناها إذا مشى نهار السبت لا تأتيهم بمعنى كتمشي في البحر فما كيشوفوا منها حتى شي حاجة. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون ففسقهم وهو الذي أوجب باش يبتليهم مولانا وباش تقول لهم هذه هي المحنة، وإلا فلو لم يفسقوا لعافهم الله، ولو كان ما فسقوش الله كان غادي يعفو عليهم، ولكن لما عرضهم للبلاء والشر تحيلوا على الصيد فكانوا يحفرون لها حفرة وكينصبوا لها الشباك، فإذا جاء يوم السبت كتوقع في هذاك الحفر وفي ذاك الشباك وما كياخدوهاش في هذاك النهار، فإذا جاء يوم الأحد أخذوها وكثر فيهم هذا الأمر
وانقسموا إلى ثلاثة فرق أو لا إلى ثلاث فئات. جات واحد الفئة من بني إسرائيل اللي هي تقية وكتخاف مولانا، شافت هذه الفئة الأخرى اللي هي الثانية كيديروا هذه الحيلة وناشطين بها وكيتحجوا على أساس أنهم ما داروا والو وهذا خير عطاهم لهم مولانا. فالفئة الأولى اللي هي المؤمنة قالت لهم علاش كديروا هذا الشيء، راه حرام ولا يجوز وهذا الشيء راه منكر. ولكن ها هي جات فئة ثالثة، الفئة الأولى كتصيد نهار السبت، الفئة الثانية كتنهاهم، وهذه الفئة الثالثة هي واحد النوع من الدعاة اللي كتجي عند الفئة الثانية وتقول لهم اش بغيتوهم، ماشي سخكم فيهم يصيدوا ولا ما يصيدوش، هذاك شغلهم، انتم ما فاش ضروكم. لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، واذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. ولكن دوك الصالحون او للفئة الثانية غيجاوبوا الفئة الثالثة انت الدعاة ويقولوا لهم بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون. فكيف قلت لكم الناس غادي نقسموا ثلاث فئات، فلما نسوا ما ذكر به أنجينا الذين ينهون عن السوء، يعني الفئة الثانية وهي الواعظة نجاها مولانا من العذاب، أما العصاة اللي تعدوا على النهار السبت بسم الله الرحمن الرحيم وأخذنا الذين ظلموا واللي هم الموعوظون بعذاب بئيس بمعنى شديد بما كانوا يفسقون. فالفئة الأولى أخذهم الله بالعذاب، أما الفئة الثالثة ما ذكرش الله عز وجل المصير ديالها، واش تعذبات واش نجات، فالله أعلم بهذا. أهل المعاصي شنو وقع لهم؟ صالحون تيقولوا بأنه نخاف أن ينزل علينا العذاب وهذو عايشين ما بيناتنا، اش بان لكم نديروا شي سور ما بيناتنا وبينهم. فعلا بنو اسرائيل الصالحون غادي يبنيوا واحد الحيط ما بينهم وبين ديك الفئه الظالمه وغادي يتعزلوا وكل واحد في جهه. ولكن كل صباح كانوا كيتلاقاو اولا كيشوفوا بعضياتهم في المزارع الى ما غير ذلك، ولكن الديور ديالهم كان فرقهم السور كيف قلنا. واحد النهار غادي يصبح صباح وما غادي يخرج حتى شي حد من ديك الجهه العاصيه، وغادي يزيد يطلع النهار والو غريبه حتى حد مازال ما خرج. وهو يقول بعض الصالحين لو صعد احدكم تسلق داك الجدار ونظر علاش حتى شي حد مازال ما خرجش منهم اليوم، لا باش انه يرعى ولا يصيد او لا زراعه او لا حتى شي حاجه. فاذا بواحد من الناس الصالحين غادي يطلع السلوم وغادي يشوف في الجهه نتاع القريه اللي بها دوك اللي داروا المعاصي، تخيلوا شنو شاف، غادي يشوف القريه كلها حولها مولانا الى قرده. ايه ماشي قصة وماشي أحداث خرافيين، مولانا أعطاهم عذاب ماشي فيه أزهق بالحياة ديالهم كيف تيقول الشعراوي. ففي الموت إزهاق من يتعذب، يعني منعنا العذاب، مولانا غادي يحولهم إلى قردة خاسئين. قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، تتحات الأبواب ودخلت القردة على الناس، هم بشر ولكن الوجوه ديالهم والأوصاف ديالهم ديال القرود، وكل واحد فيهم غادي يمشي عند هذاك اللي كيجيه من العائلة، حيتاش في أصل هاد القرية شي تيجي لشي، هل غادي يمشي عند ولد خالو، هل يمشي عند ولد عمو، هل يمشي عند ولد خوه ويجلس عنده. وإذا بهم تيقولوا الصالحون لأنه كانوا 70,000 كلهم تحولوا القرود، منهم شيوخ ورجال ونساء وأطفال. فلما دخلوا على الصالحون غادي يقولوا لهم هاد الأخيرين ألم ننهاكم عن هذا، وأصلا ما قدروش يجاوبوا حيتاش تمسخوا ولاو قرود، غير كيهزوا بريوسهم وعينهم مدمعين وتيقولوا آه نعم آه نعم، ما يقدروش يجاوبوا حيتاش تحولوا. ويقول ابن عباس ترجمه القرآن مكثوا في الأرض ثلاثة أيام فقط من حيتاش المسخ لا يعيش وماشي درية، من بعد أهلكوا جميعا، طردهم مولانا ومسخهم. وهذه هي كانت قصة أصحاب السبت، ومرة واحدة أخرى معاكم كنكتشف شنو هي هذه القصة. شكرا لكم، شكرا على وقتكم، ونتلاقوا في حلقة جديدة مقبلة من برنامج هذه حكايتي. سلام سلام.